الله وبركاته. يا رب يا رب يا رب انا عايز اتوب يا رب انا عايز اتوب. انتوا مش عايزين تعملوا ايه؟ روب يا عم، مش عايزين تعملوا ايه؟ نعمل ايه؟ خدوني سلموني للبوليس. ليه يا عم؟ انا حرام، انا حرام. طب انت حرام يا بابا، ابعد عنينا واتكل على الله. نكلمك احنا مالنا؟ انت مش واخد بالك. روح، انا واخد بالي، انا عايز اتوب على ايديك. طب ما تتوب انت بقى، سلم نفسك. انا عايز المساله. طب روح سلم نفسك يا حاكم، ابعد عنينا. انا عايزك تاخد الثواب يا عم. احنا معانا عيال صغيره مش فاضيين لك. طب انا مش فاضي لك، ما انا عايز خد الثواب يا عم. هتضربني؟ مش هضربك، بقول لك خد الثواب. هتضربني ولا ايه؟ ابوس ايديكم. لا 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 يا عم، الناس جايبتها الشط والحد، وانا خدتي ما وردت على خاتيري. ايه يا حاج؟ ما انت رايح فين يا معلم؟ رايح استرزق. جاي منين يا معلم؟ استرزقت وجيت وانت قاعد مضيع الفلوس عليهم. معلش استعملت. هم دول الشبابين اللي مضيع الفلوس عليهم. فلوس ايه يا اخويا؟ فلوس ايه اللي بيجيلي ما بيرجعليش بجنيه؟ فلوس ايه؟ ضيع فلوسه عليه؟ على مين بس يا بني ادم؟ ما تخلينيش بقول لك حكلك بقول يا عم بس 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 يا عم. ايه؟ انا عايزكم تسلموني للبوليس، خدوا المكافاه، انا مطلوب، انا وانطد اساسا. حضراتكم تسلموني وتاخدوا الجايزه. والله العظيم عايز اتوب، عايز اتوب، عايز اتوب، عايز اتوب، عايز اتوب، عايز اتوب، نفسي اتوب يا رب. يا رب انا مطلوب اهو قدام عبادك، مش دول عبادك يا رب، مش دول عبادك يا رب. عايز اتوب يا رب وارتاح من مراتي وارتاح من الدنيا. ايوه يا رب. هلا هلا ويا اختي اسم الله. ده انا اللي مستحمي لك يا معلم ومستحمله عرفه. هم دول الجرابيع، انتوا الجرابيع اللي بيصرف عليكم. اغلاصي، اوعي تغلطي في اصحابي. اصحاب مين يا ابو صلاح؟ اوعي تغلطي في اصحابي. الصرف ده اوعي تغلطي. انت راسي يا اصحابك اللي انا اجي كل نهار. مالك يا ابو صلاح؟ انا لازم اتصل بحد من اهلك بالكشف. اوعى اوعى يا محمود، اوعى يا محمود. والنبي ساعدونا اتصل باهلي، محدش معاه تليفون، مش هعيش معاك تاني. معاك تليفون يا اخويا اتصل باهلي. ان عشت معاك تاني ابقى قابلني. انت قطع حراميه. نفسي ربنا يتوب عليا. خدها يا خد. معلش اوقف يا خدها. استحملها يا خد. لازم تستحملهم، دي خدني يا رب، خدني يا تاخدها يا رب. يا رب اللي نفسي اتوب بقى. يا مين يا اخويا اللي ياخدها؟ فابتدي عليا يا معلم. هم دول اللي بتقعد معاهم تصرف عليهم فلوسنا بدل ما تاكل العيال. ما تعرفوا اهو من جرابيع البر ومهنا. بتقول صحابي والبر ومهنا. انا خلاص لم نفسك، الشيطان بيجي مني يا رب. يا عم اوعى ما تتعلمها وتفهمها بقى. انا خلاص مش هعيش معاك. صحابي صحابي. خلاص فين يا جرجوعه؟ بيقولوا خلاص البر ومهنا. اي حد يديني تليفون اتصل باهلي. يا بنت حلاوتي انا ظبطتهم مكمرين المفتاح بتاع ثالث عربيه شمال
مع التليفون ده حرامية بس كده بعد اذنك جايين يشتغلوا في المنطقة بتاعتنا حاجات ومكمر تليفون من العربية ديت اهو هاتوا ايه يا بيت خش يا معلم دي مفاتيح تالت عربية على الشمال هاتوا منك انت تاني وخدوا مني السلاح عم يقرب منك يا بيت يا عم ايدك بس كده بعد اذنك ايدك على الشمال يا معلم وانا بسلمك على الشمال معانا يا معلم التليفون ايه استنى هو ايدك بس حرامية تاخديني من ايدي كده تسلموني من البوليس عشان اتعلم الادب علشان بص كل حد اذيته ياخد حقه مني طب وين البوليس طب حتى يا جدعان عندي حق عند الراجل ده انا بكلمك انت تسلمني ليه البوليس عادتك طب وين البوليس ثواب دول عاملين مكافاه خدوها عايز استريح من مراتي عايز اطول يا عم ربنا يرضى عليك يا عم نعم نعم مراتك مين اللي ترتاح منها يا اخويا مراتك شربه من جعانها منا من نفسك هم دول الجرابيع اللي بتصرف فلوسك عليهم لكن بتاكل من خيرنا اهو خلاصي خلاص اهو بقول لك فين الفلوس مش دعوه باصحابي بقول لك ايه خلاص انت لازم تطلعني اطلعك مين عملت رافي لحم بره عملت اكل على قفايا انا هتصل بيك والنبي يا اخويا انت امك في يوم بقول لك ايه سلق يلا انا معلم قدامك اهو في الدنيا في البيت حاجه تانية خالص في البيت فرق في البيت وليه مفتريه وليه مش عايز اقول لكم لكن انا ان شاء الله هتوب وهتوب عن كل حاجه وحشه هتوب انا عايزكم تسلموني للاسم ودوني البوليس خدوا المكافاه انا مطلوب انا وانطل اساسا يا ريت انا بقول لك اهو روحوا البوليس واخد بالك سلموني وخدوا المكافاه عشان يا عم انا عايز ربنا ينتقم مني انا انت عايز خدني وديني لا 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 انت كويس لا انت كويس انت اللي هتوديني الاسم يا عم بس ابوس ايدك عشان خاطر ابوس ايدك وديني الاسم ودوني الاسم عشان خاطر انت اهدى بس انا عايز اتوب عايز اتوب عايز اتوب امي تكون عايز من جواك انت هتوب هتوب والنبي تتوب عن ايه ولا ايه يا معلم هلا هلا ويا اختي اسم الله انت واقف تضيع وقتك مع الجزء اللي مش عارفه مين صحابي يا لخفنا ده صحابي خلاتهم يا لخفنا اصحابك اصحابي العجر والندامه الناس دي زبطتهم مكمرين المفاتيح بتاع التالت عربية شمال
والساعة ديت خدتها منهم وكل واحد واحد. العيال دي تبع المعلم مين؟ معرفش يا معلم. أنا لقيتهم هنا في المنطقة بتاعتي. ايه اللي جاب في المنطقة هنا؟ مالنا احنا ما تكتبش احنا في ايه يا عم؟ انا صفقك وانت بتسرق هنا وادي مفاتيح العربية. اللي يعملوا شغل في منطقتك؟ ايوه يا معلم. شغل ايه يا عم الحاج انت في ايه؟ تبع مين يا دي التواو؟ انت تبع مين اساسا؟ انا تبع ايوه يا عم واخد واخد تليفون في جيبه الشمال. ايوه يا عم يعني العيال دي انا اتوب مين؟ حد مد ايده عليك يا بنت حد مد ايده عليك ما حدش يقدر يمد ايده عليا يا معلم. يا عم ما حدش يقدر يمد ايده عليا يا عم. اعتبرني اختي اجري يلا